ازيكم بنات، اخباركم؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهارده باذن الله احنا فيديو جديد مع بعض. انا دلوقتي بكلمكم وانا مش شارعه في اقصى مكان عندي في المطبخ، انا بكلمكم من فوق المطبخ ذات نفسه. انا دلوقتي كده شايفين، انا دلوقتي كده ده السقف بالنسبه للمطبخ، المطبخ تحت اهو طبعا، وانا واقفه فوق خالص. كل ده عشان نعمل فوق هنا، فوق المطبخ من فوق زي ما انتم شايفين. شايفين برضو هنا العنكبوت عامل ازاي، والتراب والدنيا مبهدله خالص. زي ما انتوا شايفين كده، انا كنت حاطه ورق الجرايد ده، الصراحه بيحمي جامد. يعني شايفين، انا هرفع معاكم كده عشان اوريكم من تحت الرخامه. شايفين ما شاء الله الرخامه من تحت زي الفل اهي. يعني كنت عايزه بس تلميعه بسيطه بس معايا. وطبعا الحيطه دي برده هلمعها وانا واقفه هنا كده. انا واقفه دلوقتي على السلم، فربنا يستر يعني ان شاء الله. فانا دلوقتي اول حاجه بس هشيل كل ورق الجرايد ده، هلمه معايا كده في شنطه زي ما انتم شايفين كده بالشكل ده. دول بنطين صراحه من بتوع عندي الحمام، بس واحده طبعا باظت، هي برده عايزه تتغسل، هغسلها برده الصراحه. وعينها هنا برده، احنا عينينا هنا تبقى ايه معانا واحده احتياطي، بحيث لا قدر الله لو حصل اي حاجه يبقى معايا بديل او كده. دول هما اتنين اهم، تمام. دلوقتي بس هحاول بس دلوقتي اشيل كل ورق الجرايد ده يا بنات، واوريكم كمان الشكل عامل ازاي قبل ما ننضف ونعمل كل حاجه. استنوني يا بنات. ودلوقتي يا بنات كالعاده طبعا انا مجهزه معايا هنا اللهلوبه اهي. طبعا اللهلوبه دي انت زهقتوا منها معايا في كل الفيديوهات بتاعت الفتره الاخيره، مطلعه لكم اللهلوبه في كل حاجه. المهم يعني الصراحه انا فعلا بحبها جدا، وطلعت جميله جدا على فكره. كل الفتره اللي فاتت دي كانت اول استخدامات ليا معاها، وبجد طلعت حلوه قوي. انا طبعا جبت هنا كده كالعاده برده الطبق اللي فيه الميه بالسلكه، بس انا جايبه هنا بقى المره دي معايا السلكه الخشنه، انا هعمل بيها. وحطيت هنا طبعا شويه من اللهلوبه، وكان فوطه من بتوع المطبخ بقى اللي يعني مش بستخدمهم كتير، بحيث طبعا هعرف امسح بيهم هنا الحيطان والكلام ده كله. شايفين طبعا هنا العنكبوت عامل ازاي، وطبعا شايفين الحمد لله المكان يعني مش وسخ قوي يعني او كده. يعني دي طبعا الحته المش نظيفه دي مش حاجه وحشه، هي بس مبقعه كده في الرخامه ذات نفسها. وهنا طبعا شايفين احسن حاجه بقى طبعا دلوقتي ان انا هقدر امسح كل المكان ده. وشايفين كده بقى السور بتاع الرخامه من جوه برده، طبعا هو اللي عاوز يتنضف. والحته اللي فوق دي كده برده هي اللي مزيته. طبعا شايفين الاطار بتاع الرخامه من فوق برده عامل ازاي. كل ده يا بنات انا دلوقتي بس هعمل باللهلوبه، وهعمل برده الحيطه كده كلها من فوق، وهشوفه كمان شكلها في الاخر بقى عامل ازاي يا بنات. استنون. وده كده يا بنات شكل الرخامه كمان بعد ما غسلتها كويس. شايفين شكلها بقى ان شاء الله بقى بتلمع ازاي. ودي برده طبعا الحته دي قلت لكم هي فيها كده، الحته دي فيها ما بتروحش زي ما انتم شايفين. وما شاء الله كمان عملت الحيطه من هنا من فوق، شايفين ما شاء الله بتلمع اهي وبقت زي الفل. وكمان مسحت البلاطين دول زي ما انتم شايفين وسايباهم، بس قلت مش هنزلهم وارجع اشيلهم تاني على ما افرش. بس هجيب بقى دلوقتي ورق الومنيوم، انا كنت حاطه ورق جرايد زي ما تحبوا، ورق جرايد اي حاجه، المهم تثبتوه فوق بحيث يعني ايه ما يطرش او حاجه زي كده، تفتحها عندك شباك او اي حاجه، بحيث برده ايه لا قدر الله ما تبقيش ولاعه النار او حاجه ويحصل حاجه لا قدر الله. فطبعا تبقي انت حاطه نفسك في الامان يعني وكده. وكمان شايفين الاطار بتاع الوزره دي، بس هي لونها عامل كده، بس هي ما شاء الله نضفت، هي بس اللي لونها عامل كده غامق من هنا بس. شايفين كده ما شاء الله بقت زي الفل اهي. تمام يا بنات، انا دلوقتي هجيب بقى ورق الالومنيوم وافرشه واوريكم كمان شكله في الاخر بقى عامل ازاي. شايفين يا بنات انا جبت شايفين يا بنات دلوقتي انا جبت ما شاء الله كل الحته دي كده كلها بالفرخ ده اللي انتوا عارفينه، اللي هو بتاع ورقه الفويل دي اللي هو بتاعت الاكل والكلام ده كله. رقائق الالومنيوم دي انتوا اكيد عارفينها، وما شاء الله مشيت لحد الاخر هنا. لسه طبعا الجزء ده معايا برده كده زي ما انتوا شايفين، هحط برده فيها واحده كده كمان، وهطلعها طبعا برده على الجناب هنا كده فوق. ودي ما شاء الله بجد هتبقى فكره حلوه خالص، وهتشوفوا كمان في الاخر بقى شكلها عامل ازاي. استنوني يا بنات. وده كده يا بنات الشكل، وده كده يا بنات خلاص الشكل النهائي بقى للرخامه بعد انا خلاص ما غلفتها كلها بورق الالومنيوم زي ما انتوا شايفين كده. شايفين ما شاء الله كلها بقت مغلفه اهي زي ما انتم شايفين، وما شاء الله دي بتقعد معايا. والله انا كنت شايله ورق الجرايد ده يمكن بالظبط قعد معايا سنتين، وممكن اكتر كمان من سنتين. والله انتوا كنتوا شايفين يعني كان سايح عليه الصفار ودهون من فوق، بس ما كانش يعني متسخ قوي، وما كانش من تحته الحمد لله دهون. يعني ما شاء الله كان يا دوب بس الحيطه منين عشان مكشوفه، بس جه عليها عنكبوت وكده واتطربت. بس الحمد لله زي ما انتم شايفين يعني الورق ده يقعد معاكي فتره طويله. فيعني ان شاء الله باذن الله انا كمان هعمل برده معاكم التقفيله الثانيه من فوق. شايفين كده من فوق برده هنا الورق ده عامل ازاي على التقفيله الالموتال. انا هظبط كل ده يا بنات ان شاء الله معاكم، وهنشوف هنعمل ايه مع بعض. وهنا كده برده يا بنات التقفيله اللي هي التقفيله الالموتال كده بتاعتي دي، زي ما انتم شايفين من هنا برده. شايفين ورق الجرايد هنا برده عامل عندي ايه، طبعا هنا ما شاء الله يعني هو من تحت. لو انا رفعت لكم كده تشوفوا، كنت حتى هنا كمان كذا طبقه كمان فوق بعض، من تحت هتلاقوا الدنيا زي الفل. حتى شايفين كمان هنا الفرق بين الجرايد كان عامل ازاي.
دي مبهدله خالص ودي كويسه الى حد ما. شايفين من تحت ما شاء الله زي الفل اهو. طبعا ما فيش هنا يعني اتبهدل معايا غير الاطار ذات نفسه اللي هو الاطار اللي فوق ده كده، هو طبعا اللي مزيت كله كده زي ما انتم شايفين. طبعا دلوقتي انا هعمله كله برده باللهلوبه، وهعمل كمان برده الجزء بتاع الحيطه ده كده وانا فوق هنا. شايفين طبعا هو يدوب عليها بس يعني زي تراب كده بسيط، فانا هعمل كل الكلام ده طبعا، وهعمل برده هنا السقف المكان اللي فوق هنا قريب مني هنا كده، وهشيل الورق ده برده واحط هنا ورق الومنيوم تاني لان مفيش عندي استراحه ورق جرايد. تمام يا بنات، انا هعمل ده وهتشوفوا كمان هعمل ايه معاكم. هلم كل ده طبعا، ده الصراحة كان مكانه في بوتات بس الحمد لله من يوم ما اتجوزت هما مش شغالين خالص، مش اشتغلوش. فيعني انا هخلص كل دول يا بنات، هلمهم كده واجيب اللهلوبة وابدا اعمل معاكم وهتشوفوا هنعمل ايه مع بعض. انا هنا كده زي ما انتم شايفين يا بنات خلصت فوق التقفيلة كده من فوق. كل ده طبعا الحمد لله عملته هنا معايا بالليفه، وكمان بسائل اللحلوبه هنا كده زي ما انتم شايفين، وكمان مسحت الحيطه. شايفين ما شاء الله بقى ازاي الفل وبتلمع ازاي. طبعا دلوقتي بقى بس انا هغطيها بورق الالومنيوم، حتى كمان شايفين ما شاء الله الاطار هنا بقى نضيف ازاي معايا وبقى زي الفل كله ما شاء الله، وهنا برده كذلك. فانا دلوقتي بس هفرشها بالورق الالومنيوم وهنرجع تاني يا بنات عشان نشوف هنعمل هنا ايه مع بعض. طبعا لسه الحيطه اللي هنا دي كده عايزه اغسلها كويس، الحيطه اللي ورا البوتاجاز دي كلها انا عايزه اعملها. تمام، الشفاط يا بنات بقى بالنسبه للشفاط، الشفاط ده يا دوب انا عاملاه بالظبط يمكن من شهرين او ثلاثه. شايفين ما شاء الله الورق الفضي بتاعه ما اتفكش خالص، انا يا دوب بس همسح طبعا فوقه هنا كده عشان مكان الزيوت وكده برده بسائل اللهلوبه اللي معايا ده. وكمان عامله لكم فيديو الشفاط، الشفاط انا بفضل مغلفاه كده بورق الالومنيوم ده، بيقعد معايا والله العظيم سنه ونص كده يعني ما شاء الله زي ما انتم شايفينه اهو، حتى كمان لسه كويس يعني لسه عاملاه قريب. الفيديو ان شاء الله باذن الله هنزله لكم يمكن بعد الفيديو ده او كده مثلا، هينزل برده الفتره الجايه، فباذن الله استنوه وان شاء الله بجد هيعجبكم. شايفين ما شاء الله كل الفتره دي ما اتفكش خالص، انا والله العظيم ما طلعتش فوق كده عند الشفاط من زمان طبعا. لان طبعا كنت بعمل دايما الحيطه اللي تحت هنا كده حوالين البوتاجاز دي كده على طول اول باول، انما مكان الشفاط ده الصراحه انتم شايفين هو مزيت على فكره، بس طبعا مش واضح قوي لان مهما كان برده ايدي في المطبخ على طول. تمام يا بنات، انا دلوقتي بس هفرش هنا ورق الالومنيوم وهرجع لكم تاني. انا هنا كده يا بنات زي ما انتم شايفين خلاص بقى غلفتها كلها بورق الالومنيوم كده زي ما انتم شايفين. طبعا الاطار مهما كان يعني بس عشان ميبقاش واضح طبعا من بره يعني وكده، بس طبعا بيبقى سهل في التنظيف. شايفين مجرد ما بس مشيت عليه الليفه باللهلوبه على طول نضيف ازاي، وبقى ما شاء الله معايا زي الفل. فاهم حاجه بس السطح ذات نفسه، لان طبعا ده بيبقى صعب جدا. انا طبعا زي ما قلت لكم برده ان انا كنت عامله الورق ده من يعني من سنتين او سنتين ونص حاجه كده، وما شاء الله شايفين قاعد معايا كل الفتره دي، والحيطه اهي الحمد لله زي الفل. انا دلوقتي بقى هنروح بقى دلوقتي ان شاء الله عند الحيطه بتاعت الشفاط دي، هنعملها كلها من فوق كده من حوالين الشفاط والحيطه اللي تحت البوتاجاز دي، وكمان هنظبط اي حاجه برده لو في الباب برده ممكن اعمله معاكم كده. هنشوف يا بنات هنعمل ايه. انا كده دلوقتي يا بنات جنب الحيطه اللي جنب الشفاطه اهي، هبدا بقى دلوقتي ان انا اعملها كلها بالستلكة اللي هي الخشنه دي شويه وباللهلوبه. طبعا معايا هعمل الحيطه دي كلها، هعملها كلها طبعا كل شويه بس طبعا هبلها بس بسائل اللهلوبه كده واعملها كلها. شايفين برضو يا بنات هنا الاطار الباب بتاع البلكونه من فوق عندي هنا عامل ازاي، طبعا يعني منظره صعب كتير جدا بالذات الحته دي. انا طبعا الصراحه قضيت فيه على طول زي ما انتم شايفين كده، والحمد لله نضيف من فوق مفيش فيه اي حاجه، بس طبعا الاطار من فوق من هنا شايفين كله دهون ازاي. انا وهنا برده كمان الحته دي كلها، انا دلوقتي هعمل الحيطه ان شاء الله وهعمل الباب، هعمل الحيطه كلها اللي حوالين الشفاط بس طبعا عشان مش عارفه اصورها معاكم وكده، وهوريكم كمان شكلها في النهايه بقى عامل ازاي، وبعد كده هندخل على الباب. استنوني يا بنات. انا هنا كده يا بنات خلاص خلصت حوالين الشفاط كله زي ما انتم شايفين ما شاء الله بقى بيرمع ازاي زي ما انتم شايفين كده. انا بس واقفه هنا كده عشان اوريكم باب البلكونه عندي من فوق، شايفين ما شاء الله الدهون كلها راحت، ده بس كده لون الخشب اللي هو عامل كده بس من فوق. تمام، يعني رجع لاصله خالص، وعملت كمان كله هنا كده زي ما انتم شايفين. انا هبعد كمان لبعيد وهوريكم كمان انزل بس مع السلم عشان اوريكم بس كده كمان الحته دي بقت عامله ازاي. شايفين يا بنات بقت ما شاء الله زي الفل وبتلمع اهي، وعملت كمان منطقه حوالين الشباك دي كلها من فوق، وكمان مسحت البوتاجاز كده من فوق اللي هو الازاز من فوق كده، هو انا ايدي فيه على طول يعني بس مسحته طبعا بالمره ما كان بقى الحاجات اللي الدهون نزلت من ورا وكده. تمام يا بنات، انا هنا كده يا بنات خلاص كمان فكيت الشباك الصغير اللي عندي هنا جنب التلاجة كده
بالشكل ده. طبعا شايفين انتوا شكلين انتوا اكيد عارفين هو عباره عن ظرفه واحده بس كده. همسح برضو طبعا كل الاطار ده. وكمان هنا معايا اهو السلم الشباك. هغسله طبعا كويس. انا الصراحه بفتح هنا عليه الحنفيه وبغسله الصراحه بالليفه بتاعت المواعين العاديه كده. برضو بالسركه دي برضو الى حد ما كده، بس عشان لو في دهون او حاجه بسيطه هنا كده تروح. هو على العموم يعني نظيف، مش متوسخ قوي. انا كنت برضو عاملاه قريب يعني، بس انا برضو همسحه كده وامسح مكان الاطار بتاعه. وبعد ما اخلصه كمان هفك الشباك ده كمان وهنغسله مع بعض. انا هنا كده يا بنات زي ما انتم شايفين فكيت درفه من الشباك اهي معايا. طبعا هي من ورا دي انا سايباها كده بس كده من ورا اللي هي من جوه كده، ومن ورا كده زي ما انتم شايفين انا مغلفاه كله. هو طبعا بقى الحاجات دي كانت طبعا بتيجي عليه من بره، تمام. انا مغلفاه طبعا بغسله بقى، هحطه برده تحت الحنفيه واغسله من جوه من هنا برده، وبمشي عليه برده هنا الليف برده او قماشه كده مبلوله وبمسحه كويس برده وبحطه تاني. وهجيب برده الدرفه التانيه واعملها بنفس الطريقه. وارجع لكم يا بنات. ودي كده يا بنات الظرفه الثانيه برضو جبتها وغسلتها زي بقى، بس هنا كانت الصفه غسلتها طبعا من الوش ومن الظهر. وهنا طبعا بقى زي ما انتم شايفين برضو مسحت برضو اطار الشباك كله. انا طبعا عامله الشباك كده لانه خشب وطبعا بيزيد بسرعه، وطبعا كل ما اجي اغسله اكيد طبعا هيقشر معايا مره في الثانيه، فانا حاطه الصراحه الورق ده بقى بيحفظه كويس. وطبعا زي ما انتم شايفين هنا كده بقى باين البلكونه التومي الجميل بتاعي طبعا شكله اهو. انا بكون مخزنه كده اللي هو التوم الكتير بقى اللي هياخد معايا فتره طويله بكون حاطاه بالشكل ده. وطبعا اول باول برضو بكون عامله معايا علب في الثلاجه بجر منها يعني، بس طبعا انتوا شايفين بقى مدي منظر جمال ازاي في البلكونه يعني عندي. فدلوقتي بقى ان شاء الله هخلص الشباك هينشف بس وكده، وهحطه تاني مكانه. وهيبقى رستاي طبعا بقى هنا ايه الحيطه بس اللي هنا كده، وباب باب المطبخ برده والحيطه اللي هنا برده طبعا. وبقيه السقف ده انا هزعفه ان شاء الله كده، وهمسحه بقى بالشرشوبه بتاعتي الشرشوبه المدوره، فبتحكم فيها ان انا اعرف ايه امسح الحيطان كويس وكده. هنشوف مع بعض يا بنات. انا هنا كده يا بنات زي ما انتم شايفين عملت الحيطه اللي كلها اللي فوق دي كلها برده زي ما انتم شايفين كده، وبقت ما شاء الله زي الفل. كل حاجه الحمد لله عملتها كده زي ما انتم شايفين اهي بالشكل ده، تمام يا بنات. وكمان عملت هنا معايا باب المطبخ زي ما انتم شايفين كده برده من جوه ومن بره، عملت كله الحمد لله وخلصت منه. والحيطه دي كلها برده عشان قريبه طبعا مسحتها انا طبعا كل. وعملت هنا برده الكرسيين دول انا غاسله دول كده بمسحوق يعني عادي، وكمان عملته بقماشه مبلوله طبعا ودعكته كويس جدا جدا بقى طبعا مكان ايدين ولادي وكده، ومسحت الكرسيين كويس جدا. وبرده من فوق كده حتى كمان الحتت اللي فوق دي قربت تنشف. كل ده طبعا بفضل مساعده السلم معايا. السلم ده طبعا تعب معايا لدرجه كمان كل الفوطه اللي انا كنت بمسح بيها وشغاله بيها طبعا اتهرت اهي. فزي ما انتم شايفين كده يعني كتر خير الدنيا الحمد لله. تعبت جدا والله العظيم في الفيديو ده، وكمان بشكر كمان برضو اللي تعبت معايا قوي الصراحه في الفيديو ده، هي اللي هلوبه تعبت معايا جدا. المهم يعني يا بنات الحمد لله خلصت يعني يعتبر خلصت اكبر قدر من الامكان. وكمان معايا الحمد لله هنا اهو ده الملمع بتاع الزجاج بتاع ماي واي. هو معايا همسح بيه طبعا بقى كل الدرف دي. طبعا انا عملت كل الدرف دي معاكم، عملت الدرف دي بالذات معاكم، ودول الصراحه دايما مضاف معايا. انا هبقى اصورهم لكم لان طبعا ايدي فيهم على طول الصراحه، فانا هصورهم لكم يا بنات وهتشوفوهم معايا. بس اهم حاجه يا بنات عشان بجد انا تعبت جدا جدا والله العظيم في الفيديو ده، عايزه منكم بس ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. وان شاء الله استنوني بقى هنكمل بقيه المطبخ مع بعض، ما عادش طبعا غير حاجات بسيطه ان شاء الله هنكملها مع بعض. واستنوني يا بنات ومع السلامه.